لما دخل ظافر إلى مصر دخل من باب آخر، هل سكرته بش أنه حتى رجل ما دخل بعدك لمصر؟ أنا عندي باب كبير يدخل منه سكر فيه مفتاح. بالعكس هو ما كانش فهم قبل يشكون، دونك مش موضوع وشكون كان عنده مفتاح قبل ولا بش يعدي مفتاح، بس هو اختيار شخصي. فما ممثلين ممكن بالنسبة لهم ما تعني لهمش أنهم يسافروا، فما كل واحد وشنو البوين كيفاش وين يشوف الكاريير متاعه. مصر الحلم تقريبا 60% من الممثلين. اي ما الحلم هذاك لازمك تتحرك له، لازمك تمشي تعيش غادي، لازمك تتعلم اللغه، لازمك تجرب، لازمك ممكن مش في تفكير الممثلين الاخرين. ما نشوفش اللي معناها اكيد فما بعد باش يجي وناس تمشي تخدم على رواحها وتجرب، لكن لازم يجربوا. صعيب تبدا قاعد في بلاصه وباش تجيك. اخي انجلترا كي مشيت انا كان مشي وخدمت مسلسل انجليزي اول ما بديت وبديت نخدم، يعني كان ما جيتش غادي، كان ما تعلمتش اللغه، كان ما قريتش التمثيل، راهو ما جانيش. يعني ساعات يقول لك مزهار كي تتحرك، كي تتعلم، كي تمشي البلاصه اللي لازم تكون فيها، التايمينغ يكون صحيح، تكون انت حاضر وقت تجيك. فما جزء من الحظ قاعد يلعب لك. الحظ يجي في الاخر بكل بديتو. تنفس تبني كارير على الحظ. انا من امنش بالحظ. تشكر ربي على الحظ اللي اعطاه لك ولا نشكر على كل حاجه اعطاها لي على انا على هل على انت انسان محظوظ في الفن؟ محظوظ لا من لا مش عنوان محظوظ. شنو محظوظ مزهر؟ لا ما فيش مزهر. مشيت معاك؟ فيش مشيت معاك. سهلت كيف ما فسر لي انت قولي سهل. الاشخاص الباهين شكونهم في الوقت الباهي؟ شكون قال لك الوقت؟ انا ما استنيتش سنين قبل ما نعمل الحكايه هذوك. منين عرفت اللي هو في الوقت الباهي؟ خاطر ظهرت اللي انت ناجح من قبل هذاك. فما خدمه نتاع سنين، نتاع 30 سنه وانت تحضر وانت تحلم وانت تسافر وانت تمشي وتعيش في البلايص اللي ما عندكش فلوس فيهم، واللي ما عندكش وين تسكن، وما عندكش وين تبات، ما عندكش شنو تاكل، ما عندكش ما تعرفش حتى حد. ومن بعد كي تتحل تولي محظوظ وقابلت. لا مش مؤمن بالحظ. فما خدمة اللي تخليك تقعد تمشي في كارير متاع حظ. ممكن يجيك في خدمة معينة انت مشيت دخلت حد شافك قال والله تنجم تجي اوكي. اما كي تعمل كارير طويلة وتقعد تنوع وتعمل حاجات مختلفة في بلدان مختلفة كل شيء، لازم فما سيستم تاع خدمة وفما ديسيبلين باش تخليك توصل للبلاصة اللي تحب توصل لها. لما تشوف اعمالك في تونس خوارزمان مكتوب، يعني انا في تونس ما كانت سهلة. مثلا في تونس مش نبداو لمصر، في تونس انا خدمت خوارزمان ومن بعد قعدت 7 سنين استنيت حتى لين جاي مكتوب، مع اني تونسي، مع انه اصحابي ممثلين ويعرفوني في تونس، وكنت قريت تمثيل في انجلترا وبديت نخدم في انجلترا مسلسلات وافلام، وما لقيتش فرصه في تونس الا ما كلموني وقتها في مكتوب وسامي. وحتى كي تعرض سامي يعرف الموضوع وقت اللي كان شوى الدور ده لي، فما شكون ناس قالوا ليه ذا ليه وما ما مش باش تمشي معاه الدور هذا ودار شنو، الناس كل تعرف شنو صار مع دالي. فبالعكس ما كانتش سهله الحكايه. في مكتوب فما شكون ما حبش، فما شكون نصح كان في الليكيب معناها الفنيه قالوا يا سامي احكي لك على الحكايه مش ما تحطوش ظافر. اي معناها مش الشوا الصحيح. لما تشوف اللي عملته في تونس تتوحش اليوم انك ترجع لتونس؟ يا اخي انا اول فيلم خرجت فيه وكتبته فيلم تونسي، وكان عندي قبل ذاك 10 سنين قبلها اول تجربه لي في الكتابه اللي ما تمتش كانت على فيلم تونسي. توا شنو هي شروطك باش ترجع تخدم عمل تونسي مسلسل درامي؟ شروط عاديه جدا، يعني تحب سيناريو باهي، تحب كيب باهي، تحب مخرج باهي، ما فماش حتى ما فماش شروط معينه خاصه اكثر من هذا. الاجر الاعلى والبطوله المطلقه؟ الاجر مناسب بارابور لو مارشي، ما تنجمش تعمل اجر مش مناسب للسوق اللي فيه، هو عرض وطلب وفما دي سبونسور وفما خدمه تخدم والسوق وبيجي نتاع المسلسل، ما تنجمش تعمل حاجه اغلى من السوق اللي هو فيه، فلازم يكون في الليميت نتاع السوق هذاك. تونس تغيب علينا برشا من داخل تونسي 100% حر. شنو نعملك اختبار؟ تفضل شنشوف قداش انت الميزاجور بتاعك صحيحه. اي السيم كارت بدلت ولا